أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: طائرات مسيرة تستهدف الفرقة الثالثة مشاه في شندي، والجيش يغلق جميع الشوارع بالمدينة صباح اليوم وإغلاق جزئي للأسواق، وخوف وهلع وسط المواطنين. شندي ثلاثة أرباع نازين يعني، لكن الكل طبعا هو خايف، ثلاثة أرباع الشوارع يعني مقفلين وكده، رغابة شديدة هالسيدة. وصول المسيرات إلى مقر الفرقة في حد ذاته يعتبر ثغرة أمنية كبيرة. وفي جولتنا أيضا: تسجيل أكثر من 500 حالة بمرض السل في مستشفى نيرتتي بولاية وسط دارفور. منتشر أكثر من 500 حالات في داخل النيرتتي وفي المعسكرات وما حولها. وقيادات من قبيلة المحاميد ترفض موقف موسى هلال الداعم للجيش وتؤكد دعمها الكامل لقوات الدعم السريع. وجولة السودان تلتقي اللواء أمن دكتور عيسى آدم أبكر. انضمام موسى هلال للجيش ده نتاج طبيعي لتصفية حسابات بين موسى هلال وبين حميدتي. وفي جولتنا أيضا: 61 حزب سياسي ومنظمة توقعان على مذكرة بمبادرة من لجنة المعلمين للمطالبة بوقف الحرب وتوفير بيئة آمنة لاستئناف العملية التعليمية في السودان. المذكرة ركزت على المخاطر والمضار التي حصلت للتعليم بسبب الحرب. وفي جولتنا أيضا: وبعض إصابة لاجئ في حادث نهب في أثيوبيا، لاجئو معسكر كومر وأولالا ينفذان وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الأمن. واحد عمره 18 سنة ضربوه السكان المحليين ديل أو بدواعي نهب وتفاصيل زي دي، والأمن المعرض له دائما التهديد الدائم. كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعاً إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة شندي بولاية نهر النيل، حيث أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوداني أمس 4 مسيرات استهدفت الفرقة الثالثة مشاه بمدينة شندي، وسادت حالة هلع كبير بالمدينة التي تضم عدد كبير من النازحين من ولايات السودان المختلفة، مما أدى إلى انتشار الجيش صباح اليوم وإغلاق الشوارع الرئيسية داخل المدينة وإغلاق جزئي للأسواق. جولة السودان التقت إحدى المواطنات في مدينة شندي لمعرفة ما هي الأوضاع صباح اليوم. شندي ثلاثة أرباع نازحين يعني، الناس اللي في شندي ثلاثة أرباع من الخرطوم ومدرمان بحري، يعني الناس دي خلاص، لكن الكل طبعا يا هو خايف وما عارفين ذاته، يعني مرة يقولوا كتائب البراء ومرة يقولوا الدعامة، يعني أقاويل كده ذات مضاربة في حاجة كده أكيدة. الشوارع ثلاثة أربعة الشوارع يعني مقفلين وكده، رغابة شديدة هالسيدة. أي حركة أنا قبع شوية مشيت، ده مشيت السوق، لكن يعني السوق كاشف شوية ما زي زمان، مشيت سوق الخضار غيته يعني فيه حاجات. وفي مضايقات لكم أنتوا يعني كمواطنين في السوق، بفتشوكم ولا كده، بوقفوكم في الشوارع ولا كده؟ لا 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 لا، بس يعني التفتيش ده طبعا بيفتش يعني العربات اللي بتكون مرة وبقوم رخصة وكده، ده من زمان كده هم شغالين، يعني لو في عربية جات بياخذوا احتياطياتهم بيعملوا ليه يعني زينا يشيلوا الرخص كده، لكن ما في تفتيش لذول كده ماشي إلا المشتبه فيه. وده والمسيرات الجاد أمس دي في أخبار إنه ناس ماتوا ولا كده ولا؟ ما في أي خبر عنه.
لأنه حتى المحل الوضع فيه ذات يعني بيقولوا في القيادة وبيقولوا في المطار يعني، وهم ما طلعوا كلام أخبار كده مؤكدة ما أي، بس يعني الخوف ده طبعا في الناس، لكن يعني في هدوء ما في يعني هنا، بس الناس مترقبة ما معروفة بيحصل شو، ما في جوطة يعني جوطة حريب طلق ضرب كده ده ما في. ونبقى في مدينة شندي، وبعد إعلان الجيش السوداني أنه أسقط الطائرات المسيرات بالقرب من قيادة الفرقة الثالثة مشاة جولة السودان، التغت الخبير العسكري المقدم معاش عمر أرباب للتعليق. مسألة وصول المسيرات إلى مقر الفرقة في حد ذاته يعتبر ثغرة أمنية كبيرة ودلالة على وجود خلل في الدفاعات في عملية الدفاع عن المدينة وعن الفرقة تحديدا. ويجب أن تكون هناك قواس نيران تقوم بتأمين أو دفاعات متقدمة، دفاعات أولية تمنع اختراق هذه المنطقة، وحتى إن لم تصب هذه المسيرات أو تحدث أضرار، ولكن وصولها في حد ذاته يعتبر مؤشر خطير يجب تداركه، لأن يمكن أن تتكرر هذه الحوادث، يمكن أن تتغير توقيتها، يمكن كثير من الافتراضات الواردة في هذه العملية يعني. قبل ذلك كان هنالك استخدام للمسيرات في القضارف والفاو وقبلها في عطبرة، ما الذي يعنيه ازدياد استخدام المسيرات في الحرب في السودان؟ المسيرات في الحروب الحديثة أصبحت فاعلة ومؤثرة، استطاع من خلال الجيش الأثيوبي أن يدحر تيغراي، استطاعت ما زالت هي الآن تمثل عامل مهم في الحرب الأوكرانية الروسية، ما زالت تستخدم كذلك في حرب في عاصفة الحزم، وبالتالي المسيرات هي نتيجة أولا تكلفة قليلة ولا تحتاج إلى تدريب عالي، ودقة إصابة الهدف وصعوبة اكتشافه سرعة حركته، بجانب بعض العوامل الأخرى السالمة مثل قصر مدى طيرانها وارتفاعها وكذا يعني. ولكن تظل المسيرات الآن أصبحت عامل حاسم ومؤثر، ويؤكد كذلك إلى تدخل أطراف أخرى في الحرب، باعتبار المسيرات يتم استجلابها من الخارج، وهذا يفتح الباب لمزيد من التدويل في القضية واستقطاب الدعم الخارجي وعقد تحالفات مع جهات أخرى. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى محلية نيرتتي بولاية وسط دارفور، والتي سجلت فيها المستشفى التعليمي 500 حالة إصابة بمرض السل وسط المواطنين وفي معسكرات النزوح. جولة السودان التغت آدم يوسف ريكورو مقرر معسكرات النازحين في مدينة نيرتتي حول تسجيل أكثر من 500 حالة بمرض السل وسط المواطنين في المحلية. ظهور هجوم أمراض في منطقة نرتتي وحولية من 2023 حتى 2004، مرض درن دي في من مستشفى نرتتي عدم الأدوية، وزارة الصحة الاتحادية، الصندوق القومي، الإمداد الطبية، الدعم العالمي، الدواء الدرن تي بي، منتشر أكثر من 500 حالات في داخل النرتتي وفي المعسكرات وما حولها. ده تقارير طبية من مستشفى النرتتي يقوم بحملات أو بالأدوية عاجلة في داخل النرتتي. طبعا أمراض كثيرة وسوء التغذية داخل المدن وداخل الأحياء وداخل معسكرات النازحين. طبعا في منظمات عاملة وعندهم مراكز
أدوكم التفاصيل. مراكز منظمة الإقاظة الإسلامية لها 10 مراكز صحية، 3 مراكز عاملة، لكن للآن ما عندهم برضو أدوية، وفي 7 مراكز دون خدمات بأسباب الحرب الدائرة بين الدعم السري والجيش من 15 إبريل وبأسباب أمنية. أيضا منظمة الإقاظة العالمية WR لها مراكز صحية 6، 2 في الخدمات برضو بدون أدوية، و4 مراكز دون خدمات بأسباب اندلاع الحرب بسبب الدعم السري والجيش وأسباب أمنية. عنده مراكز التغذية 5، 2 في الخدمات لكن الآن الغذاء برضو ما كافي، و3 مراكز دون خدمات بسبب اندلاع الحرب وبأسباب أمنية. وعندهم في مراكز 5 في حالات الحادة OTB 546 جملة الأطفال المرت في المراكز، مركز في مراكز التغذية، 3 في مركز الإقاظة الإسلامية، و2 في مراكز التغذية بمنظمة إقاظة العالمية WR، وده جملة التغذية الموجود أو الدائرة في النرتتي. ونبقى في ولاية دارفور، حيث أعلن رئيس مجلس الصحوة الثوري قبل يومين موسى هلال انحيازه الكامل للجيش السوداني. وبالأمس عقدت قبيلة المحاميد مؤتمرا صحفيا أعلنت من خلاله دعمها الكامل لقوات الدعم السريع. جولة السودان التقت اللواء أمن دكتور عيسى آدم بكر حول مآلات إعلان موسى هلال انحيازه للجيش السوداني. أخي، فيما يتعلق بالانضمام موسى هلال للجيش، ده نتاج طبيعي لتصفية حسابات بين موسى هلال وبين حميدتي. وموسى هلال كان ينتظر أي فرصة زي دي على أساس أنه ينتقم من حميدتي، لأنه حميدتي في المرحلة اللي كان فيها البشير حاكم كان يمثل له حماية كبيرة جدا جدا، وحميدتي تسبب في اعتقال، في محاصرة موسى هلال بالسلاح واعتقلوا بالقوة وشحنوه في الطيار وجابوه في الخرطوم وقدموا له محاكمة، وفي النهاية زي اقتنعوا بأنه يعملوا له عزل أو حبس في المنزل. فبالتالي التصرف بتاع موسى هلال هو تصرف طبيعي، دي فرصة بالنسبة له للانتقام من حميدتي. أما فيما يتعلق بالجيش، وارد أيضا أنه الجيش متراجع عسكريا أمام قوات الدعم السريع، وكل ما يعلن عنه في الأسافير وفي الإذاعة وفي التلفزيون السوداني إنه الجيش منتصر وإنه الجيش حرر الإذاعة، كلام مضحك. إيه معنى حرر الإذاعة؟ الإذاعة مدمرة منتهية، كله الإذاعة منتهية خالص، فكيف إنهم هسه بيفتخروا بإنه حرروا الإذاعة في الوقت اللي فيه الدعم السريع موجود في القصر الجمهوري وموجود في كل المناطق، في كل المواقع الاستراتيجية، في الخرطوم وفي مدرمان وفي بحري. ثم ثانيا الدعم السريع لا زال بيسيطر على 80% من المواقع العسكرية في دارفور. فبالتالي الاستعانة بموسى هلال، موسى هلال ما لأنه مقتنع من الجيش، مقتنع بأنه هو حيكون سند عسكري للجيش، ولكن أكثر حاجة موسى هلال دي فرصة بالنسبة له للانتقام من حميدتي، لأنه أيام البشير موسى هلال ما كان بيقدر يقترب من حميدتي إطلاقا. فبالتالي أنا بفتكر أنه الدافع الأساسي لموسى هلال وانضمامه للجيش على أساس أنه
يسند الجيش عسكريا. الهدف الأساسي والهدف النفسي الخصوصي اللي في العقل الباطني بتاع موسى هلال هو الانتقام من حميتي، ولكن ليس لأنه هو مؤيد للجيش أو كده. فده في كل الأحوال أنا أفتكر إنه العملية عملية بتاعت تصفية حسابات شخصية، و ده ينطبق برضو على الحركات المسلحة، إنه الحركات المسلحة النظام غير الشرعي بتاع البرهان جند هذه الحركات عشان ما تساعده في القضاء على قوات حميتي في دارفور وفي جنوب في غرب دارفور. فبالتالي أنا بفتكر التحليل المنطقي والتحليل السياسي إنه الاستعانة بموسى هلال أو موسى هلال يعلن إنه هو واقف مع الجيش، القضية كلها بالنسبة لموسى هلال هي فرصة واهتبل على أساس إنه يصفي حساباته التاريخية مع حميتي. تقدمت لجنة المعلمين السودانيين بمبادرة وقع من خلالها 61 حزب سياسي ومنظمة، وتهدف هذه المذكرة إلى وقف الحرب وتوفير بيئة آمنة لاستئناف العملية التعليمية في السودان. وخاطبت هذه المذكرة طرفي الصراع في السودان، الجيش والدعم السريع بإيقاف الحرب. جولة السودان التغت الناطق الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر للمزيد حول هذه المذكرة المطلبية. مذكرة التعليم التي رفعتها لجنة المعلمين السودانيين، هي الفكرة الأساسية من المذكرة هي لفت نظر الجميع سواء كان في داخل السودان أو في خارج السودان للمآلات التي وصل إليها حال التعليم بسبب الحرب في كل محاور العملية التعليمية من المدارس والمعلمين والطلاب والبيئة المدرسية وكل ما يحيط بالعملية التعليمية. المذكرة ركزت على المخاطر والمضار التي حصلت للتعليم بسبب الحرب، منها تراكم الدفعات، منها تحويل المدارس إلى ثقونات عسكرية أو تحويل الدور للإيواء، وده كله بيساهم في إنه هذه المدارس تفقد القدرة على استقبال الطلاب حتى وإن توقفت الحرب، إلا بمجهودات كبيرة جدا تحتاج لمجهود، تحتاج لأموال طائلة حتى تستعيد العملية التعليمية مسارها. كذلك المذكرة تحدثت عن الطلاب ونزوحهم للولايات وغياب الطلاب عن المدارس لمدة عام كامل، ده عنده آثار كبيرة على العملية التعليمية، على مستقبل الطلاب، بالتالي على مستقبل الوطن. المذكرة بعد أن ذكرت كل المخاطر والمضار التي حدثت للعملية التعليمية بسبب الحرب، خاطبت الجهات المسؤولة بضرورة الضغط على أطراف الصراع لوقف الحرب أولا كمدخل لاستئناف العملية التعليمية بصورة طبيعية، كمدخل لإصلاح العملية التعليمية. وكذلك تحدثت المذكرة عن استئناف العملية التعليمية ولو على أو بطريقة يلتزم فيها الطرفان بفتح المسارات الآمنة والمدارس الآمنة والمساكن الآمنة. المذكرة استهدفت بالتوقيع كل قطاعات المجتمع المدني السوداني بما فيها الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني وكل الشخصيات الوطنية، كل إنسان عنده مقدرة أو عنده قدرة على التعبير عن رفضه لما يدور في التعليم في السودان يوقع على هذه المذكرة. وقعت عليها مجموعة من الكيانات من أحزاب سياسية وغيرها، من نقابات، من مجتمع مدني، من شخصيات وطنية. استهدفت المذكرة كذلك بأنها خاطبت الجهات الداخلية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، باعتبارهم الطرفين الصراع
وهم المخاطبين بصورة مباشرة بأنه يوقفوا هذه الحرب ويستعيدوا الأمان والأمن للسودان حتى يستعيد التعليم مساره. كذلك خاطبت المذكرة الشعب السوداني ونبهت السودانيين للمخاطر التي حدثت في الأول المضار التي حدثت في العملية التعليمية والتجريف الذي حصل في العملية التعليمية، وهذا بدوره له أثر كبير على مستقبل أبناء الشعب السوداني. خاطبت المذكرة الجهات الخارجية بدءا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة اليونسكو اليونيسيف، كذلك الاتحاد الأفريقي والإيجاد ومنظماته منظمات الاتحاد الأفريقي وكل من له صلة بملف التعليم في العالم أو داخليا. الهدف الأساسي هو التنبيه لخطورة ما يحدث في التعليم، وبالتالي الضغط الداخلي والخارجي لإيقاف هذه الحرب كمدخل لاستئناف العملية التعليمية. ونختم جولة السودان اليوم بالوقفة الاحتجاجية التي نفذها اللاجئون السودانيون في معسكري كومر وأولالا بدولة أثيوبيا بعد إصابة لاجئ سوداني بطلق ناري في رأسه في حادث نهب، وطالبوا من خلال هذه الوقفة الأمم المتحدة والمنظمات العاملة بتوفير الأمن والحماية للاجئين السودانيين في أثيوبيا. في واحد من السودانيين اللاجئين مشى السوق ونزلوا راس المسلحين ده قاموا يشيلون التليفون وسهر معاهم وطلبوه بالطلقه، والراجل ده اصل طابات يعرف غيبوبه شالوه ودونا مستشفى الحفتر انه ينضرب في الراس وبعدين اتكسر الرايد على الطول ده وصار يطلع اتجاه ثاني. هو هذا صعب بقى اللي فعل قالوا، لكن حتى في بيتك يجوك اذا يرفعوا كده التليفون. وأعتقد الناس الراجعين هنا عملوا اتصال يعني من الصباح حتى عملوا وزارات كتير جدا. المطالب الأمن هو راجع الأمن هو أهم مطلب في الأمن. طبعا أنت ما دام راجع ده ممكن يكمل لك حاجات كله، لكن الأمن ما استنى الزول يتحرك حتى من جوا خيمة ممكن يتم سلوك ويشيل لو إذا قدم له حاجة. الاتصال ده تاخر المعسكر ده معسكر كبير خارجي وكان تاشر كلهم طلعوا، الناس كلهم طلعوا. بعد الاحتياج الليل حتى الناس فرحوا وبكره برضه يرجع يستمر الى يعني يجي المجتمع الدولي وممكن واحد حتى لو بيجي بيدخل الناس ده كله يعني بعد ما ده كيف يستمر في الاحتياج. يجي تليفون تبع ايوه بوست الدين يعني واحد شهر 5 تقريبا يطلعوا الشباب مستعدين عشان يدخلوا استمر 2000 نفر. هنا اطفال والاموال والرقعه وين قريب شو لانه قريب من 200 وكم كيلو قريب ل 300 كيلو 21 وقرب 40 طلاب قريب على كبر على هدف العالم الاخير القوتين بتاع اليو اس يو ان اس تي تي انا خلاف موجود في الطابل الاخرين ده اكلين زي محاوره هذا التضامن تضامن للناس اللي هم جنبنا الناس ولا الذين واحد عمره 18 سنه انضرب ضربوه السكان المحليين دي اللي هو دواعي نهب وتفاصيل زي دي والامن المعرضين لنا دائما التهديد الدائم جابوه وحولوه لنا كان في الكلينيك حقنا وطوالي تم تحويله لشهيد وبعد ذاك اوضاعه الصحيه تعبانه جدا. يلا بناء على الكلام ده تقرر انه يكون في مرقه ليله كان الساعه 9 كان تنسيقنا مشترك معهم نحن ككومر وهم كأولالا فالناس طلعت والحمد لله، لكن كان شنو افعال سالبه كده وتفاعلات كده من بعض الجهات يعني رافضين الفكره بتاعت المرور على البلد. الحاجه دي مع ناس أولالا طلعوا وراهم جزء منهم معانا في المعسكر اتضامنوا معانا ونحن طلعنا المظاهره مع التزامنيه هي اصلا اتنين سوا. بالوقفة الاحتجاجية التي نفذها اللاجئون في دولة أثيوبيا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى لكم تحياتي وتحيا الفريق العامل. إلى اللقاء.